السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قدم الضيف على شخص في مكان يوجد فيه مطاعم وفنادق فهل يقول أحسن الله إليكم إذا قدم الضيف على شخص في مكان يوجد فيه مطاعم وفنادق فهل يجب عليه ضيافته؟ لا، الضيافة في القرى والبوادي التي ليس فيها أماكن للأكل والبيع طعام، ليس المدن ليس فيها ضيافة، إنما هذا في الأمكنة التي ليس فيها محلات بيع طعام. نعم.